الآن يجب أن نعرف حقائق معينة، أن بتاريخنا العراقي لم يتم أي تغيير في السلطة إلا عبر العنف والانقلابات وأخيرا الاحتلال. أمام العراقيين فرصة نادرة أن يتم التغييرات عبر الانتخابات التشريعية والبرلمانية، هذه أهميتها إذا أدركتها القوى المختلفة وخدمة للعراق وخدمة لأنفسهم غير محسوبة وغير مقدرة من الجميع. شيء آخر، أن الانتخابات عادة هناك أكثر في العالم من 80 نظام انتخابي، عادة الأحزاب القوية هي التي تفرض النظام اللي يعجبها، وليس غريب أن الآن الأحزاب اللي مستنده في البرلمان تفرض النظام اللي تريده. القدرة على تغييره عن طريق العنف أشك من ذلك، القدرة أن المظاهرات تؤدي إلى أكثر من ذلك لا بأس أن تطلع، لا بأس أن يقول رأيهم، ولكن دعني أوضح الأمور التالية. أولا، الآن الانتخابات الحالية اللي مرت الانتخابات الماضية أخطاء ارتكبتها القوى قوى التغيير كانت سبب بأن حصولهم على المقاعد كان محدود، فمثلا كانوا ينافسون بعضهم البعض، كان بهالطريقة خسروا، بينما الحزب اللي كان عنده إدارة وتنظيم كحزب التيار حزب التيار الصدري وزعوا مرشحيهم بشكل حصلوا مقاعد بالرغم من أن عدد الأصوات اللي حصلوها أقل من المرة الماضية. هذا الجانب الفني يجب أن يدركوه النخب السياسية ولا يكتفوا بالرفض والعناد.